رمضان سبقه رجب الفرض من الأشهر الحرم، ورمضان يأتي بعده بشهر ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والأربعة قال الله عنها في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أقول للمسلمين: هل عظمتم رجب وتعظمون ذا القعدة وذا الحجة والمحرم وتحترمون رمضان بالكف عن إراقة الدماء وإتلاف الأموال وانتهاك الأعراض، أم أنكم يا مسلمي هذا الأوان كما أخبر الملك الديان وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟